إذا فكرة الثيرموكابل في عالم اسمه سيبك، وهذا الإفكت سميناه سيبك إفكت في 1821. وجد إنه إذا عندي معدنين مختلفين، حطينا معدنين مختلفين على بعض وعرضناهم لدرجة الحرارة، بدأ يتكون فولتج هون. هذا الفولتج سماه سيبك إفكت. سيبك إفكت إنه بتكون، وعلى فكرة في تطبيق حديث للثيرموكابل، أظن إنه نفس هذا التطبيق إذا حب حد إنه يدرس عنه ويشوف إنه أنا بقدر أعمل. هلا إحنا هون اللي عملناه طلع معي فولتج وما استفدت من هذا الفولتج، استفدت منه بس كسيجنال قياس، لكن أنا ممكن إذا حاولت أسحب كارنت من هذا ال في أوف تي رح يبدأ تنخفض درجة حرارة هاي الجنكشن. هذا بيلتير هذيك الفكرة. بيلتير إيفكت، بس هو نفس القطعة، مظبوط نفس القطعة اللي استخدمها، هي ريفيرس تبعت لها، استخدمها وبتنزل درجة حرارة، بقدر استخدم استخرج الحرارة، استفيد من الحرارة واستخدمها هون. بيلتير إيفكت يستخدم في ثلاجات تمام، ويستخدم كمان في بعض تطبيقات تبريد الإلكترونيات. نعم صحيح. إذا هون عندي هلا السيبك إيفكت، وهو أحد بعض المعادن اللي موجودة هون نستخدمها. معادن مثلا في عندنا مجموعة من الإي تايب، والإي تايب أول معدن بنحط أو أول سبيكة بتنحط هي البوزيتيف، لأنه هون الفولتج هذا فيه له إشارة رح يكون بوزيتيف نيجاتيف. فعادة لما نحط هدول بنحط أول واحد اللي هو بعطيني البوزيتيف سايد، والثاني اللي بعطيني. فمثلا هون عندي كرومل كونستانال، هدول التنين ألويز، الكرومل أظن مكون من الكروم والألمنيوم، والكونستانال أظن مر علينا. وين مر علينا الكونستانال؟ متذكرين؟ تمام، بإيش؟ إيش وين بالضبط؟ بسترينجيش، بعض أنواع سترينجيش تستخدم مادة الكونستانال. هلا هون البوزيتيف راح يكون الكرومل والكونستانال نيجاتيف. عندنا الجي تايب، والجي تايب مكون من آيون كونستانال أو كونستانتان. بعدين عندنا كي تايب، من أشهر الأنواع أكثرها استعمالا كرومل أليومل. بعدين N نيكروسيل نيسل، بعرفش إيش هدول المواد المكونة منهم. راح تلاقوا هلا هدول الاختلافات كل واحد فيه له تطبيق مختلف، وكل واحد منهم بناسب درجات حرارة مختلفة ومستخدمه في تطبيقات مختلفة. ال S بلاتينم 10%، روديوم بلاتينم، يعني جهة بتكون بلاتينم وجهة مخلوطة 10% روديوم والباقي بلاتينم. هذول المادتين بعطوني S type، والS type أظن إنه مناسب في التطبيقات اللي فيها oxidizing، فيها environment مثلا حامض، مثلا موجود حامض في الجو عم بيعمل oxidizing بيقاوم الoxidation. وآخر نوع T copper constantan. هدول بعض الأنواع الموجودة بعطونا اللي لهم خصائص مختلفة حسب المعدنين اللي موجودين هون، وكلهم هون اللي هذا موجود هو بلس وهذا موجود ماينس. في جداول، والجداول هذا لكل نوع من الأنواع تأخذ من حوالي ناقص 270 كلفن درجة الحرارة إلى حوالي 1000 أو 2000 في بعض التطبيقات. هلا بنشوف تيبل من التيبلز الموجودة على هدول، والطريقة اللي بقيس فيها رح ناخذ الثيرموكابل، رح يكون هو ملاصق للعملية اللي بدأ درجة الحرارة فيه. فهاي هون ثيتا تبعت البروسيس اللي موجودة. وخليني أفترض أنه عندي مثلا كرومل أليومل. هلا شوفوا هاي إيش رح يصير معي، هاي نقطة مهمة رح ندرسها بعدين بتفصيل أكثر. هذا الـ رح يجي معاه سيليك، والسيليك عادة المفروض يكون نفس المادة اللي موجود مصنوع منها المعدنين هدول. فإذا كان هذا كرومل وأليومل بكون مثلا يفضل انه السيليك يكون كمان كرومل والومنيوم. ليش؟ عشان الديفرنس كمان، عشان ما يتكون جنكشن جديده هون. يعني لو استخدمت سيليك كان نحاس ونحاس راح يتكون عندي جنكشن جديده هون وجنكشن جديده هون. يعني اي تو سيميلر ميثودز حطيتهم راح يتكون بينهم ثيرموكابل جنكشن. هلا نفترض انه احنا اجينا الان اخذنا سيليك نحاسي ومدينا السلك النحاسي هون، وخلينا نفترض انه هذا السي يو وهذا السي يو، وبعدين لازم انا اقيس كمان احط على الفولت ميتر، والفولت ميتر له خلينا افترض اني اخذت هون اي ال وهون اي ال، وهذا كان سي يو وهذا سي يو.
هذا هون فولت ميتر. هلا انا شو عمالي بحاول اقرا؟ بحاول اقرا الفولتج اللي بتكون على الطرفين هذول بسبب درجه الحراره العاليه لهي الهوت جنكشن اللي موجوده هون، راح تكون عندي فولتج بين النقطه هاي والنقطه هاي، وهذا الفولتج موجود بين النقطه هاي والنقطه هاي راح يقيسه على الفولت ميتر. بس انا عندي مشاكل، شو المشاكل اللي عندي؟ في عندي تكونت خمس جنكشنز، هاي الجنكشن الاصليه اللي بتهمني مظبوط. في جنكشن هون، في جنكشن هون، في جنكشن هون، وجنكشن هون. خلينا افترض الان انه هذول الجنكشنز اللي موجوده هون هذه روم تمبرتشر، امبيانت تمبرتشر، يعني مثلا 25